نحو عهد جديد من الممارسات الإعلامية، أو هكذا أرادها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي دعا لعقد أول اجتماع له مع مدراء المؤسسات الإعلامية الثلاثاء المقبل. محور النقاش وإن لم تقدم بشأنه الرئاسة تفاصيل واضحة، إلا أن مراقبين يذهبون إلى تمحوره حول القضايا الراهنة استكمالا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها متربع عرش المرادية. أظن أن رئيس الجمهورية بحكم تجربته كان وزير الاتصال مطلع جدا على أهمية ودور الإعلام في مرافقة البرامج اللي يمكن يطرحها أو يطرحها رئيس الجمهورية، فهو بهذا اللقاء اللي يعتبر مبادرة جيدة جدا سيجعل من الإعلام شريك أساسي. تساؤلات كثيرة يطرحها مراقبون فيما إذا كانت اللقاءات الدورية للرئيس مع ممثلي وسائل الإعلام ستتمخض عنها فرص سياسية إعلامية جديدة من شأنها تنظيم وإزالة الممارسة السابقة بين السلطة والسلطة الرابعة. الإعلام صورة حقيقية تعكس المعلومة الصحيحة، تعكس العمل الصحفي المهني، وأيضا تلك الصورة المرتبطة أيضا بالإعلام وفي فترة معينة على أساس أنه فقط هو بوق و للسلطة. وباختلاف فحوى النقاش الذي سيدور بين الرئيس ومسؤولي قطاع الإعلام، فإن نقاشا داخل ممارسي المهنة يصب في اتجاه مدى تمكن السلطة من وضع حد للفوضى التي يعيشها الإعلام منذ فترة وسبل قدرة تنظيمها بعيدا عن الإجراءات البروتوكولية المتخذة.